مرحبا بكم في حصة جديدة من حصة ترند، نتكلم فيها عن الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية لفيدرالية روسيا التي صنعت الحدث عبر الإعلام العالمي. مرحبا بك عبد القادر، دائما معنا في حصة ترند. شكرا أستاذ صالح، ومرحبا بك أيضا، ومرحبا بكذلك تحياتي للعاملين في قناتكم وتحياتي لجمهورك. عبد القادر، شفنا حديث الإعلام العالمي يتحدث عن الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية، كان تحدث؟ أكيد هو حدث. لماذا؟ لأنه هذه الزيارة كانت مرتقبة ومتوقعة، وجاءت في ظروف جيوسياسية يعني معروفة، الحرب الروسية الأوكرانية، هناك صراع بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، هناك كثير من التحالفات، هناك تصور للذهاب إلى أقطاب جديدة والخروج عن القطب الأحادي الذي تسيره يعني الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي زيارة رئيس الجمهورية إلى روسيا كانت بالفعل حدث، وكانت يعني محور الحديث في وسائل الإعلام العالمية والعربية والإفريقية، كلها تكلمته، كل وسيلة أخذت هذا الحدث من منظار معين، لأنه فيها الخط السياسي والإعلامي للقنوات ولوسائل الإعلام، وبالتالي كانت فيه تحاليل، كانت فيه تغطيات، حتى نعرف أنه الحدث هو نقل الخبر هذا، زيارة الرئيس إلى روسيا، ويعني الملفات المتوقعة أن يتم التوقيع عليها بين روسيا والجزائر، هذا هو كخبر ينقل كخبر، ولكن نقل حتى نقل الخبر يختلف من وسيلة إلى أخرى. ثم هناك البرامج التحليلية اللي حلت هذه الزيارة، وكل وسيلة أخذت يعني أخذت يستدير طريق معين في قضية تحليلها لهذه الزيارة. ربما من بين هذه الوسائل كانت اليوم اللي قبل زيارة الرئيس إلى روسيا، كانت فرانس 24 دارت حصة واستضافت فيها حسن العبيدي، وهذا معروف، حسن العبيدي هو أستاذ في العلاقات الدولية أستاذ العلاقات الدولية في أوروبا يعني في سويسرا فعلا، كان تكلم يعني وأجرى معه حوار، ما هي يعني التصورات التي ممكن أن تأتي بها هذه الزيارة إلى روسيا، وكان أعطى تحاليل في هذه القناة، قناة فرانس 24 بالفرنسي. في اليوم الثاني قامت فرانس 24 العربي في برنامج يسمى برنامج وجه لوجه، استضافت ضيفين، الضيف أنطوان بسبوس هذا معروف، هو لبناني متواجد في فرنسا، وهو مسؤول يعني المرصد الدول العربية في فرنسا ومحلل سياسي، واستضافت محامي جزائري اللي كان بيناتهم يعني الفصفاص أو المواجهة أو وجها لوجه. في هذا البرنامج يعني اولا اختيار الضيوف مهم جدا، يعني هذه القنوات تختار الضيوف، قلت حسب الخط الاعلامي وحسب ما سيدور الحوار في البرنامج. وشفنا انه هذا البرنامج، هذا الوجه لوجه، تحدث عن الاتفاقات المختلفه والاتفاقيات المختلفه بين البلدين، يعني بين روسيا والجزائر، وهذا قالت كلمة، قالت هذه الاتفاقات هي لتعزيز، اسمع مليح، لتعزيز تواجد روسيا في إفريقيا. شوف يعني الفكرة في حد ذاتها. وهذا كان المحلل يعني السياسي اللي جاء يعني في الآن، نتكلم هنا يعني عن المحلل السياسي، لأنه فيه كان برنامج قلت وجها لوجه اللي فيه أنطوان بسبوس، وفيه كذلك برنامج آخر اللي يجيبه محلل سياسي، بمعنى أنه هذا البرنامج خاصة هو برنامج نشرة إخبارية، يتكلمون عن الأخبار ومن بعد يأخذوا الشقة والحدث اللي يجيبوه هم المحلل يعني من فرانس 24. إذن المحلل فرانس 24 يسمى يعني خالد الغربي، هو محلل وهو صحفي يعمل في القناة، فقال أنه هذه الزيارة هي لتعزيز يعني شوف مليح، لتعزيز تواجد روسيا في إفريقيا. قال هذا هو المغزى، يعني هذا حسب المحلل وش التصور تاعه. كذلك لأن روسيا فرض عليها العزلة عن طريق الدول الأوروبية والأمريكية، يعني الناتو بصفة عامة والدول الغربية بصفة عامة،
قال أنه روسيا تبحث عن فك هذه العزلة، وكأن يعني الجزائر من بين الدول التي ستفك العزلة عن روسيا، بمعنى هذا هو التحليل تاعهم. فهنا تفهم كيف يحلوا وكيف يمدوا بعض الرسائل يعني المشفرة في توجيه الرأي العام في هذه هذه البرامج. وتكلموا كذلك على أنه فيه تعاون عسكري جزائري روسي، فيه نقل التكنولوجيا، فيه العمل الاستخباراتي. تكلموا عن يعني مجموعة أو استدير فاغنر المتواجدة في أفريقيا. بمعنى لما تشوف هذا التحليل تفهم المغزى من هذا البرنامج، يعني وين راح يصب هذا البرنامج. وكأن الزيارة يعني مش يعني الزيارة المقصود منها يعني حرفوها أو تم تحريفها في هذا التحليل. وبالتالي تحليلهم أنه كان فيه تحليل آخر أنه الجزائر تريد أن توصل رسالة إلى الغرب أن لنا حلفاء مثل روسيا، هذا حسب المحلل هذا غرابلي في فرانس 24. دونك وتحدثوا كذلك عن العلاقة بين الجزائر ودخول الجزائر في البريكس، قانون الاستثمار الجديد الذي تكلم عليه رئيس الجمهورية. يعني أعطوا كثير من المحطات في هذه الزيارة، ولكن يعني الهدف مش هو الهدف الحقيقي يعني اللي كان في هذه الزيارة. من بين يعني الرسائل التي أرادوا أن يوجهوها من هذا البرنامج، قالوا أنه هذه الزيارة هي زيارة الرئيس الجزائري إلى روسيا، هو يريد أن يوجه رسالة إلى المغرب بأن لنا علاقات قوية مع روسيا، مع دول أجنبية. كذلك على العلاقات قال المتأرجحة ما بين فرنسا، حتى يثبت أن الجزائر لها علاقات قوية مع دول أخرى، دول أجنبية. إذن في نهاية يعني خلاصة هذا البرنامج كله هو تحويل النظر أو النظرة الحقيقية أو الزيارة الحقيقية لرئيس الجمهورية في روسيا، وحولوها وأولوها بشكل آخر. قدر كين بعض وسائل الإعلام العالمية لدرت مقارنة بين زيارة رئيس الجمهورية وزيارة ماكرون إلى روسيا. السؤال تاعي، هل فيه في البروتوكولات هناك رسائل بروتوكولات الاستقبال؟ هل فيه رسائل بالبروتوكول بالاستقبال تعرف؟ أكيد 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 الاستقبالات في هذا الاستقبالات الرسمية فيما بين الرؤساء يعني والملوك أكيد فيها رسائل تشوفها من خلال هذا الاستقبال. قلت أنه هناك وسائل إعلام قارنت بين الاستقبال الرئيس الفرنسي العام الماضي في روسيا واستقبال الرئيس الروسي للرئيس الجزائري هذا العام، وعطاوا تحاليل في هذا المنطق. ونبدأ بقناة البي بي سي. قناة البي بي سي ذكرت في إحدى البرامج، قالت هي تكلمت على الزيارة ككل وطرقت إلى هذه النقطة. من بين يعني العنوان هذا البرنامج هو تنوع، شوف طرحت سؤال يعني عنوان البرامج تنويع للشراكة أم تحالف ضد الغرب والمغرب، شوف يعني العنوان. هذا قناة البي بي سي ماذا ذكرت؟ تكلمت عن الحفاوة التي حظي بها الرئيس تبون في الكريملين، يعني الحفاوة الكبيرة، وبين المقابلة مع ماكرون العام الماضي اللي كانت مقابلة فاترة. وتكلموا حتى على الطاولة ما بين الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس إيمانويل ماكرون، الطاولة يعني اللي تكلمت عليها كثير من وسائل الإعلام وشبكات التواصل. لماذا هذه الطاولة الطويلة يعني اللي يجلس رئيسين يعني متباعدين بهذا الشكل؟ وإن كان أن ذاك هناك بعض الوسائل الفرنسية قالت أن هذه الطاولة مرتبطة بجائحة كورونا أو كورونا إلى آخره، يعني ارتبطوها بهذا الجانب. ولكن الوسائل الأخرى قالت لا، لأنه هناك يعني فتور ما بين الرئيسين، خاصة أن الرئيس ماكرون أنذاك ذهب للتحدث في قضية الحرب على أوكرانيا. إذن كثير من هذه الوسائل اللي ذكرت هذا قارنت بين، وهنا تفهم لماذا يعني يتم المقارنة بين زيارة الرئيس الجزائري وزيارة الرئيس الفرنسي إلى روسيا. قلت من خلال يعني الاستقبالات أو هذه البروتوكولات اللي تتم في الاستقبالات، يعني أكيد أن هي توجه رسائل معينة. فالحفاوة الكبيرة التي تم استقبال بها الرئيس الجزائري في روسيا يعني أعطت انطباع
للعلاقات المتينة والقوية، وكانوا حتى ذكروها العلاقات التاريخية والعلاقات يعني هذه يعني اللي فعلا تثبت أنه الجزائر وروسيا يعني ليس حليفين فقط، ولكن تربطهم كثير من العلاقات يعني الطويلة حتى من إبان الثورة الجزائرية، وتعتبر الدولة الصديقة بالنسبة للجزائر والأخت بالنسبة للجزائر. إذن فالاستقبال، ونعرف أنه تم يعني دعوة الرئيس الجزائري منذ مدة يعني، ولما الرئيس بوتين قال نشكر الرئيس الجزائري أنه لبى الدعوة وأتى إلى روسيا، وهنا تفهم يعني قوة العلاقات فيما بين البلدين، وبالتالي قلت هنا تمت المقارنة فيما بين الزيارتين. قدر الجزائريين ولدوا أحرارا وسيبقوا أحرارا في قراراتهم، هذه الجملة دارت ترند. نعم أكيد، لأنه طرح سؤال يعني الأسئلة اللي يسموهم لي كيستيون بياج أو الأسئلة الفخ أحيانا، لأنه هذه في لي كونفيرونس دو بريس يعني في لقاءات صحفية دائما هناك صحفيين يعني يوجدوا بعض الأسئلة اللي هي يسموها سؤال الفخ، فأرادوا أنه يعني يحرجون الرئيس الجزائري بسؤال. فكان يعني الرئيس الجزائري كان جوابه يعني بجملة واضحة أن الجزائري ولد حر وسيبقى حر، يعني بمعنى لا تملى علينا أي إملاءات، يعني خلاص نقطة إلى السطر، يعني ما نكثرش في الحديث معكم، نحن أصحاب سيادة وأصحاب قرار، يعني ما كان حتى واحد يملي علينا شروطه أو إملاءاته، يعني وش ندير أو وش ما نديرش، هذه يعني لا نخضع للضغوط، هذا هو المعنى والمغزى المباشر اللي قال نحن أحرار ولدنا أحرار ونبقى أحرار. يعني قدر لا أنا كشت التواصل الاجتماعي والجملة هذه دارت ترند في الجزائر، كأنه الرئيس هضر باسم، هو يهضر باسم الجزائريين باسكو رئيس جمهورية، كأنه الشعب الجزائري يهضر هذاك النهار. أكيد عجبتهم بزاف، أكيد هذه عجبتهم في عجبت الجزائري هذا هو أكيد، لما لأنه قلنا البلد سيادة، بلد سيادة ما هو؟ هو البلد الحر، والبلد الحر ما هو؟ هو الفرد الحر، إذا أنا حر يعني أنا صاحب سيادة، ما تملي عليا ولا شيء، وليس فقط هنا في الجزائر يعني اللي عجبتهم في هذه الجملة، كذلك هناك محللين سياسيين في قنواتهم في اليوتيوب ذكروها وداروا عليها حصص معينة، يعني حصص خاصة، من بينهم عبد الوهاب حفكوف تكلم على هذه النقطة هذه بالذات، وقال الرئيس الجزائري يقول نحن ولدنا أحرارا وسنبقى أحرارا، هذا يدل عن شيء وهو أن للجزائر سيادة ولا أحد يمكن أن يتدخل في سيادة الجزائر، نفعل ما نراه صالحا لنا ولشعبنا ولبلادنا. إذن هذه خضات هذا الأسبوع، أكيد شبكة التواصل تناولتها بشكل كبير جدا وعطتها هذا يعني هذا البعد الكبير. عبد القادر، شفنا الرئيس بوتين طلق العلاقات التاريخية سي تريز امبورطون التاريخية أقول مع الجزائر، ولعل نسب التذكاري اللي داروا في مدينة موسكو لخير دليل على الروابط التاريخية مع فيدرالة روسيا. اليوم عبد القادر درنا حصة على الناس اللي علقت على التمثال نتاع الأمير عبد القادر في الجزائر، ماذا يقولون عن المدينة التي سميت بعبد القادر في أمريكا ونسبة التذكاري اللي داروا في موسكو. هذا يعطي قوة وأهمية يعني الشخصية في حد ذاتها، شخصية الأمير عبد القادر. كنا درنا برنامج أو حلقة خاصة حول الأمير عبد القادر أو حول يعني التمثال اللي راح ينجز للأمير عبد القادر، وقلنا أن الأمير شخصية لها وزن كبير بالنسبة لدول العالم آنذاك والآن، يعني يعتبرونه شخصية وطنية، شخصية يعني بطولية، لهذا أعطوك وشخصية تسامح، لأنه قام كثير من التسامح يعني فيما بين المسيح وبين المسلمين وبين اليهود، إذن شخصية تسامح، شخصية بطل، شخصية أسست الدولة الجزائرية، وبالتالي احنا ذكرنا وقلنا أنه يعني فيه مدينة هناك في 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 الولايات المتحدة باسم الأمير عبد القادر. روسيا الآن كذلك قامت بإنشاء نصب تذكاري للأمير عبد القادر في أحسن أحياء موسكو، وهذا يعطي قيمة كبيرة للأمير كبطل جزائري
ولمؤسس الدولة الجزائرية، ويعطي قيمة للجزائر وعلاقة روسيا بالجزائر، يعني تفهمها يعني مباشرة، يعني الصورة سيميولوجيا مفهومة، يعني بدون تعليق كما نقوله، بدون تعليق، أنه لما الرئيس يدشن هذا النصب للأمير عبد القادر مؤسس الدولة الجزائرية في موسكو، في أحسن أحياء موسكو، يعني سيميولوجيا بدون تعليق. عبد القادر، وسائل الإعلام تكلمت على اليوم الأخير لرئيس الجمهورية اللي كان ضيف شرف، أقول ضيف شرف للمنتدى الاقتصادي في سان بيترسبورغ أمام 130 دولة، كأنه رئيس الروسي يوجه منه ميساج للدول، وقيمة الجزائر ورئيسها كضيف شرف عبد القادر يجيب لك 130 دولة والرئيس خطب عليهم. هذه لقيمة هذه الزيارة وقيمة الجزائر وقيمة الرئيس في روسيا، يعني باش تشوف باللي قوة الحفاوة يعني والتعبير، هذا كله تعبير لأهمية الجزائر كحليف استراتيجي، كصديق لروسيا، ك يعني علاقات أكثر من جد طيبة. الوسائل الإعلام تكلمت على هذه الرئيس الجزائري ضيف شرف، وهذا أعطى دفعة أخرى وقيمة أكثر لهذا الحضور المميز لرئيس الجمهورية في هذه الزيارة. وفي قلت أنت أمام 130 دولة اللي كانت مدعوة في إطار يعني اقتصادي، ويأتي الرئيس اللي كانت عنده زيارة 3 أيام يعني ملفات معينة، وبالتالي الرئيس الروسي يقدم الرئيس الجزائري كضيف شرف على هذا المنتدى اللي ندار في بيترسبورغ. دونك تشوف باللي هذا الأهمية وهذه القيمة للرئيس الجزائري وللجزائر كدولة حليفة، كدولة صديقة لروسيا. وبالتالي الكثير من وسائل الإعلام تساءلت يعني ما سر كل هذه الحفاوة، وما سر هذا الاستقبال إلى آخره. شفت قلت لك أنه كثير من الوسائل اللي تكلمت، شفنا كذلك مثلا فرانس 24 في برنامج آخر دارت طرحت سؤال ما نوعية الشراكة الاستراتيجية، يعني هنا طرحوا هذا السؤال، وكان حسني العبيدي اللي جاء من سويسرا اللي تكلم على أن للجزائر عقيدة، وهي أنها لا تتخلى عن الدول الصديقة والدول التي لها قيمة بالنسبة للجزائر، والتي الدول التي صادقت الجزائر. يعني هذا حسني عبيدي، هو مختص في العلاقات الدولية، ذكر هذا أن الجزائر عقيدة لا تتخلى عن أصدقائها. يعني الجواب تاعه قال فعلا أنه الزيارات بين الجزائر وروسيا توقفت من سنة 2008، ولكن هذا لم يمنع الشراكة يعني تبقى مستمرة ما بين البلدين. شوف أعطى أهمية يعني الاستقبال للجزائر، أولا كدولة عربية، كدولة إفريقية، كدولة لها وزن خاصة الآن في دبلوماسيا، نشوف الحضور تاعها أصبح عالميا، الآن أصبحت أيضا عضو في مجلس الأمن، يعني عضو غير دائم في مجلس الأمن. قال هذا الاستقبال لا يمثل فقط الجزائر، ولكن استقبال يمثل هذا تحليل حسني العبيدي، أنه الجزائر كدولة عربية وإفريقية ودولة كفاعلة في العالم. قال المذيع باش تشوف هنا، يعني نرجع للوسائل الإعلام كيف تتناول دائما هذه، ماذا يقول مذيع فرانس 24 عربي. قال لما نسمع تصريحات، شوف الفكرة، لما نسمع تصريحات بين بوتين وبين الرئيس تبون كأننا أمام شهر عسل. يعني شوف هذا التصور أو هذه الجملة اللي قالها. فكان رد عليه كذلك يعني الضيف تاعه، قال يعني خلاص الجزائر وروسيا ما تقدرش تفصل بينهما، يعني صديقين، يعني روابط طويلة تاريخية، يعني ما نقدرش يعني أنك توظفها أنت في هذه الزيارة أو توقفها في هذه الزيارة. في هذا السياق الرئيس بوتين قال جملة: أشكر الرئيس الجزائري تبون الذي وجد متسع من الوقت للوصول إلينا. الكل يعلم الحضور ويفهمون ما معنى الوصول إلى موسكو في الوقت هذا بالذات. هذا كبير عبد القادر، أكيد أن الجزائر لن تتخلى عن أصدقائها، يعني ولا تطعن في الظهر، هذا معروف، هذه عقيدة وهم يذكروها شيم جزائري من شيم. أكيد في هذا الرئيس بوتين ذكر هذه الجملة، هذه لأنه
كانت كثير من وسائل الإعلام اللي تكلمت أن الجزائر إلغاء هذه الزيارة، أن الجزائر كانوا اللي قالوا تم إلغاء هذه الجزائر، وكان اللي يقولوا أنها لن تتم هذه الزيارة، وكانوا اللي يقولوا سيذهب وكذا إلى آخره، كان اللي يقولوا أنه فيه ضغوطات على الجزائر أنها ما تذهبش. كثير من الوسائل كانت ذكرت في هذه الفترات السابقة على أن الجزائر خلاص صاي تم إلغاء هذه الزيارة، ولكن فعلا لأن الزيارة كانت متوقعة في شهر ماي، الآن اندارت في شهر جوان، يعني في شهر، لأنه فيه أجندات معينة، الآن فيه أجندات معينة، يعني الزيارات تقدر تأجلها وتقدر كذا، يعني حسب القدر في البوليتيك الوقت سي تري امبورطون، حسب التوقيت، حسب الأجندة بيصير، هو كلش يحسب، يحسب للتوقيت أكيد، للتوقيت، للمكان إلى آخره، كلش محسوب. وبالتالي حضور الرئيس الجزائري في روسيا كان عبر عنه الرئيس بوتين يعني بهذه الجملة، قال الجزائر التي تأتي في هذا الظرف، وفي هذا الظرف لأنه فيه ضغوطات كثيرة على أن الدول ما يروحوش روسيا، لأنهم يبحثون عن العزلة الروسية في هذه الظروف، كان حتى تهديد بالعقوبات لبعض الدول التي ستذهب إلى روسيا. وبالتالي لما ذهبت الجزائر هو ذكر هذه الجملة وقال يعني هذا شيء ممتن وشيء يعني نفتخرون به، يعني تفتخر به الآخر، وأكد عليه على أنه الجزائر قوية في هذا، يعني قوية يعني صاحبة قرار في نهاية المطاف. قبل الجزء الأول انتهى، رحوا الفاصل ونعود نقوله.